نظمت قيادة المجموعة الإقليمية للدرك الوطني بقسنطينة العديد من الخرجات الميدانية استهدفت على وجه الخصوص أصحاب المحلات التجارية بالتنسيق مع مديرية التجارة لولاية قسنطينة، وهذا بغرض التوعية والتحسيس بضرورة الالتزام بالتدابير الصحية والوقائية المسطرة من طرف القيادة العليا للبلاد، خاصة إلزامية توفير المعقمات وارتداء الكمامات واحترام مسافة التباعد الاجتماعي داخل المحل.